انطلاقا من واد السبت على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بطريق السيار شرق غرب على مستوى محور الجباحية بولاية البويرة، مرورا بذراع بن خدة تدميت أي تيحيى موسى وذراع الميزان على مسافة 48 كيلومترا، مشروع يندرج في إطار المخطط التوجيهي للطرق والطرق السريعة. مشروع ضخم وكذلك يتواجد في مناطق صعبة جدا، ويتكون من 23 جسر عملاقة ونفقين. طول الإجمالي للأنفاق والجسور حوالي 15 كيلومتر. تقدم الأشغال يتجاوز 50%. المشروع الذي يعد لبنة جديدة تضاف إلى المخطط التنموي الذي استفادت منه ولاية تيزي وزو، يتضمن ما لا يقل عن 30 منشأة فنية كبرى بين أنفاق ومحولات وجسور، رغم صعوبة تضاريس المنطقة إلا أن الأشغال تعرف وتيرة متسارعة خاصة ما تعلق بالأنفاق. هذا المشروع هذا المحوري والهام والمهيكل يدخل في ضمن برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى فك العزلة على كل مناطق الوطن، ليس فحسب من ناحية يعني السير المركبات والبضائع والأشخاص، ولكن لخلق ديناميكية وحركية. Selon dans les délais, aucun souci. On est en train d'augmenter toujours les cadences. Il y a quelques petits problèmes, mais on va les résoudre. المشروع بعد استكماله مطلع 2020 سيسهل عملية تنقل الأشخاص وتسريع الحركة الاقتصادية بالمنطقة.